مرحبا دكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري. دكتور عبد الله مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور عبد الله. وانا كنت بقول قبل ما اسال حضرتك وتقول ايه عن تهاني الجبالي العظيمه المناضله الست المصريه الجدعه، كنت بطالب بانه يكون في شارع او ميدان سواء في الغربية في طنطا أو الشارع اللي هي ساكنة فيه في جاردن سيتي يسمى شارع تهاني الجبالي، رأي حضرتك يعني إيه؟ طبعا خالص التعازي للشعب المصري والشعب العربي في المناضلة العظيمة معالي المستشارة تهاني الجبالي. نعم. ويا رب يسكنها فسيح جناته. وعاوز أقول لحضرتك أني سمعت الحوار بين حضرتك وبين معالي الوزير، عاوز أقول لك أني جماعة الإخوان المسلمين غيروا في الدستور المصري خصيصا لعدم وجود المستشارة تهاني الجبالي. نعم. ويمكن ده كان ليه صدى عالمي كبير على فكرة، يمكن الناس كتيرة مش واخدة بالها ان في محاكم دستورية في العالم كله، وان الامر ده يمكن عمل صدى عالمي كبير جدا في ذلك الوقت. نعم. ورغم ذلك المستشارة تهاني الجبالي يمكن في بقى حتة تاني لازم نضيفها ليها، ان هي جمعت الكثير من الشباب وانا اشرف ان انا كنت واحد منهم. صحيح. للدفاع عن هذا الوطن في فترة عصيبة جدا، يمكن انا واحد من الشباب وحضرتك عارفة هذا الكلام. صحيح. وفي غيري طبعا يعني. نعم. كان التملي تكون عاوز اقول لك في فترة من الفترات الصعبة كان التملي تقول ان الشباب المصري لازم يكون مع الدولة المصرية، ويمكن انا واحد من الناس كانت تملي تقول لي خلي بالك ان الدولة الوطنية في الفترة الصعبة دي مش اي حد هيقدر ان هو يقف معاها، لان للأسف الشديد احنا شفنا ناس كتيرة جدا في ايام جماعة الاخوان المسلمين لما مسكوا الحكم غيروا مواقفهم ومعرفين. طبعا. والتاريخ لن ينسى هذا. طبعا. فضلت موجودة معانا لحد ما يعني القوات المسلحة المصرية فهمتنا احنا كشباب، فضلنا داعمين للقوات المسلحة المصرية وللدولة المصرية، وهي كانت على فكرة موجودة في ايضا حملة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014. نعم. وبالتالي انا بأناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو هي تملي كانت تقول ان هذا القائد تم استدعاؤه بصورة رسمية من الشعب المصري. نعم. وده كان موجود في الحوارات، والكثير من الحوارات كانت موجودة مع حضرتك لو تتذكري هذا الكلام. طبعا. وبالتالي أنا أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك مشروع من المشاريع القومية تسمى باسم هذه المناضلة الكبيرة. كويس. أضفت يعني إيه أقصد اختيار ثالث، يعني أنا طلبت طبعاً. الشارع اللي هي ساكنة فيه في جاردن سيتي يبقى باسمها أو ميدان أو شارع في الغربية. لا هي حضرتك أضفت كمان إنه يبقى يطلق اسمها على مشروع قومي من المشروعات القومية. يا ريت يا عزة هانم، لأن هذه أنا كمان بضم صوتي لصوتك. يا ريت، أتمنى ده وأتمنى يتم تكريمها أيضا في منتدى السيسي. شباب العالم من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي كانت تكن له حبا شديدا. صحيح. وإيمانا شديدا بهذا الرقم. صحيح صحيح صحيح. مواقفها الحقيقة لا تنسى يا دكتور عبد الله. ده حقيقي ويمكن كانت من القنوات العظيمه اللي هي استقبلتها قناه صدى البلد في الكثير على طول في على طول من كنا في تواصل برنامج حضرتك. انا صحيح. انا شخصيا كنت واحد من المشاهدين وشفنا مواقفها الوطنيه التي صحيح. لم تتزعزع مطلقا. صحيح. رغم ما تم معها من في موضوع تغيير الدستور لعدم وجودها في المحكمة الدستورية العليا. نعم. وأتمنى أيضا من المحكمة الدستورية العليا بقامتها الكبيرة يكون هناك قاعة كبيرة باسمها داخل المحكمة الدستورية العليا، لأن هذه المرأة العظيمة تستحق منها، لأن لها مواقف ليس وطنية فقط، مواقف قومية عربية. صحيح. كبيرة. صحيح. كمان شاركت وحضرتك معايا افتكرت كمان حاجات مهمة قوي في تاريخ سيادة المستشارة تهاني جبالي، شاركت في وضع دساتير لبلاد كتير، مش كده يا دكتور عبد الله؟ يا فندم المستشارة تهاني الجبالي قامة دستورية عالمية. نعم. وأنا نعم. لا أجامل. أنا كان من على فكرة من
من الجمال يعني وحظي السعيد ان انا كنت اول لقاء تلفزيوني يتعامل مع المستشارة تهاني الجبالي بعد توليها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، كان ليه يعني كان الشرف ده ليا الحقيقة. والله انا اتفرجت في قناتكم الكبيرة المحترمة في مع المستشارة تهاني الجبالي، وخصوصا طبعا مع حضرتك ومن العديد من المذيعين المحترمين في قناة صدى البلد، وشفت المواقف الوطنية العظيمة. يعني المستشارة تهاني الجبالي كانت بتسافر إلى دولة الكويت، نعم، الإمارات، البحرين، العديد من الدول، وصنعت وساهمت في العديد من الدساتير العربية المحترمة. دول كتير. نعم طبعا، نعم. عشان كده أنا برجع أقول عشان هي أخرى. قومية كمان، هي قومية. طبعها قومي عربي كبير، نعم، جدا. إحنا مجموعة من الشباب اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، وإحنا الحمد لله معروفين للدولة الوطنية وقديه، نعم، خلتنا فهمتنا، وكنا لما نيجي نبقى زعلانين من موقف معينة تقعد توضح لنا وتبين لنا إن دورنا مهم جدا. عشان كده هذه السيدة العظيمة ساهمت بصورة كبيرة جدا في دعم العديد من القيادات الشبابية وإيمانهم بالدولة الوطنية، وخصوصا القوات المسلحة المصرية، وخصوصا أيضا قائد القوات المسلحة المصرية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان نعم. كده أناشد مرة أخرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون أحد المشاريع الكبرى تكون باسم المستشارة تهاني الجبالي، ويتم تكريمها أيضا في منتدى شباب العالم اللي هينطلق غدا، لأنها واحدة من السيدات العظيمات. صحيح. عظيمات مصر التي نعم. تستحق ان يكون اسمها موجود سواء في منتدى شباب العالم او في احدى المشاريع الكبرى ان شاء الله. نعم، اسم مهم جدا، اسم تهاني الجبالي. صحيح، ده امر مؤكد، ويا رب يا رب يا رب يجعل في ميزان حسناتها هذه الاعمال الوطنيه العظيمه. نعم. وقوفها العظيم مع الدولة الوطنية مع في فترات. صحيح. صعبة جدا جدا. عصيب. وخلي بال حضرتك ان 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 المعادن بتاعة الناس بتكون موجودة. يعني احنا لما مع كل احترامي لكل القامات والسيدات، لما نيجي نتكلم على قاضية عظيمة، اول اسم يجي في بالنا، وطبعا لدينا قاضيات عظيمات، ولكن اول اسم بيجي في بالنا هو اسم المستشارة تهاني الجبالي. لما صحيح. نتحدث عن السيدات الوطنيات اللي وقفوا نعم. ضد جماعة الإخوان، واللي عاوز أقول لحضرتك، أنت لو تحدثت مع أي شخصية دستورية عالمية تيجي تقولي له فيما يتعلق بمصر، يقول لك المستشارة تهاني الجبالي نعم. اللي تغير دستور بلد بحالها لضمان عدم وجودها. وخلي بالك قد كده كانت مؤثرة. هي مؤثرة جدا. نعم. والدليل طبعا. على كده شوفي القوات المسلحة المصرية، وشوفي كان حديثها عن القوات المسلحة المصرية واعتزازها الشديد بالقوات المسلحة المصرية، اللي كانت تملي تقول ان لولا القوات المسلحة المصرية فعلا لانهارت الدولة المصرية في فترة من الفترات. وقد ايه غرزت ده فينا احنا كشباب، وقد ايه خلتنا ان احنا نبقى مؤمنين بقواتنا المسلحة المصرية، وزرعت ده فينا. وبالتالي كل لحظة كنا نتحدث عن القوات المسلحة المصرية بكل فخر واعتزاز، وهي تستحق قوات المسلحة المصرية طبعا. ذلك طبعا. وأتمنى مرة أخرى مناشدة سيادة الرئيس عبد نعم. الفتاح السيسي نعم. فعلا ان هي تستحق ان يكون تستحق. هناك مشروع طبعاً. او اي شيء من الحاجات القومية المصرية باسمها ان شاء الله. طبعا تستحق. بشكرك دكتور عبد الله المغازي، وكل التعازي لاسرتها وللاسره القضائيه، وربنا يرحمها يا رب، ويرحم موتانا جميعا يا رب.